بمناسبة حرب 6 اكتوبر كنت بتفرج على فيلم جولدة، وعايز احكي ان ازاي الفيلم ده بشكل غير مباشر انصف واحد من قادة الجيش المصري في حرب 6 اكتوبر للاسف احنا نفسنا ما انصفناهوش، وهو اللواء سعد الدين الشاذلي. ولو انت بتعرفش سعد الدين الشاذلي فعندك حق، هتعرفه ازاي يا معلم؟ هو لا جت سيرته لا في الصحافة ولا في الاعلام ولا في الافلام، حتى صوره يعني كانت بتتشال من صور قادة الحرب وتحط مكانها صورة ناس تانية. وهنا يا جماعة لازم اقول لكم ان سعد الدين الشاذلي هو اللي عمل خطة حرب اكتوبر. اول حاجة نصفوه ان هم جابوا سيرته وجابوا اسمه، الحاجه اللي احنا ما عملناهاش في معظم افلامنا. اتكلموا في بدايه الفيلم عن خطته. خطه سعد الدين الشاذلي باختصار هي ان احنا هنعبر القناه وهنفضل قاعدين مستنيين اسرائيل نستنزف طاقتهم براحتنا. ويعني ايه استنزاف طاقه اسرائيل؟ سعد الدين الشاذلي اتكلم في احدى البرامج عن هذا الموضوع، قال لك ان هو كان عايز يلعب على الحته دي ان هو يطول الحرب، ودي حاجه ما تقدرش ابدا اسرائيل انها تتحملها، بعكسك اللي ممكن تتحملها بطريقه عاديه جدا. السبب في ده حاجتين، اولا ان اسرائيل ما تقدرش تتحمل خسائر كتيره في الارواح لان هم عدد سكانهم اقل مننا بكتير، ثانيا ان المواطنين كلهم عندهم جيش، فده معناه ان لو في حرب على الجبهه البلد كلها واقفه ما فيهاش اي شغل تماما، وده عكس مصر، احنا عدد سكاننا كتير واثناء ما جيشنا بيحارب على الجبهه احنا عادي شغالين في البلد دكاتره ومهندسين ومدرسين وحياتنا ماشيه عادي خالص مفيش اي مشاكل. فهنا كانت خطه سعد الدين الشاذلي شبه خطه سيميوني شويه، احنا هنقف ندافع وعندنا غطاء جوي من الصواريخ بتاعه الدفاع الجوي اللي اي طياره هتيجي اسرائيليه هنضربها عادي خالص، ونطول بقى معلم الحرب وزي ما تيجي تيجي. وسعد الدين الشاذلي برضه في نفس البرنامج ده قال لك ان هو كان عامل كل حاجه بالتوقيت في الثانيه بالظبط، وقال لك هنا ان الجنود المصريين انجزوا هذه الخطه احسن مما كانت مكتوبه كمان، وده السبب اللي اكتسحت فيه مصر اسرائيل في اول حرب.